يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعضهم يقول إن الشرك أعظم الذنوب، ولكن العذاب المترتب على قتل النفس عمدا هو أعظم عقوبة من عقوبة الشرك، فهل هذا كلام صحيح؟ أعوذ بالله، أعظم من عقوبة الشرك قتل النفس، كبيرة من كبائر الذنوب لا تخرج من الدين، أما الشرك فهو كبيرة تخرج من الدين وتخلد في النار. القاتل ظلما وعدوانا فاعل لكبيرة بلا شك، وعاصي لكنه لا يخلد في النار، قد يعذب في النار بقدر جريمته ويخرج منها لأنه من عصاة الموحدين. نعم.